يعني صح المنخفض الجوي مثل ما قال الأستاذ حسان ما رح يكون طويل الأمد، ولكن كان قوته كبيرة كتير، وهذا الشيء لمسناه من مبارح. صراحة بدأت أيضا الصفحات والمواقع الإخبارية تتناقل بعض الأضرار اللي نجمت بالساحل السوري بالمزروعات، وبهالخصوص رح نتوسع أكثر بتفاصيل مع ضيفنا أيضا عبر الاتصال الهاتفي الأستاذ باسم دوبا، وهو مدير مزروعات اللاذقية. صباح الخير أستاذ باسم. يسعد صباحك. مدير زراعة اللاذقية. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. صباح الخير أستاذ باسم. يا أهلا وسهلا. بدنا ندعي بالسلامة للجميع اليوم من خلال تواجدك حضرتك عبر اتصال هاتفي. خبرنا اليوم عن الأضرار اللي تسببت فيها هي العواصف. طبعا الأضرار هي أضرار متنوعة، بشكل أساسي نحن حاليا عم نشتغل على الأضرار اللي لحقت المرافق عام. فعل قوة الرياح اللي وصلت حتى 130 كيلو متر بالساعة ادت لتكسر عدد كبير جدا من الاشجار، وخصوصا اشجار كبيره من اشجار الثرو واشجار الزرافت، وحصلت اضرار كبيره في ضمن المدينه وعلى الطرقات العامه وعلى شبكات الكهرباء والهاتف. نحن من ساعات من حوالي الساعه 5 الصباح صباحا، ونحن ورشنا نحن بالتعاون مع نحن بلديه اللاذقيه مؤسسه الكهرباء والبلديات الاخرى لفتح الطرقات التي تم اغلاقها بفعل تساقط هذه الاشجار وازالته، وتم من حوالي الساعه 9 صباحا كانت كافه الطرق سالكه ومفتوحه وامكانيه المرور عليها مستمره، لكن حاليا العمل بازاله الاضرار والانقاض الناتجه عنها سواء ضمن المدينه او بالطرق المؤديه الى مدينه اللاذقيه. اما فيما يخص القطاع الزراعي فتم تكليف الوحدات الارشاديه ودوائر الزراعه للتوجه الى الحقول، لانه طبعا مساحه المحافظه مساحه كبيره تحتاج ل حوالي يوم او يومين لنتمكن من احصاء الاضرار بشكل دقيق. هي الاضرار ناتجه عن شده الرياح، قد تكون بتكسر بيوت بلاستيكيه وازاله الاغطيه عنها، تكسر بعض الاشجار، تساقط الثمار على الزيتون والحمضيات، ولكن الكميات الارقام تحتاج الى بعض الوقت حتى نتمكن من اعطاء الارقام الاوليه لنهايه اليوم او حتى بكره حتى نتمكن من اعطاء الارقام الاوليه. تمام. طبعا هدول الصور اللي عم نستعرضهم على الشاشه هي من اللاذقيه، عم نشوف الاضرار اللي تسببت فيها العواصف للاشجار. بدنا ندعي بالسلامه والخير للجميع، وبدنا نشكرك استاذ باسم مدير زراعه اللاذقيه أكيد. لكل المعلومات اللي قدمتها حضرتك لليوم.